أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بالعمل بشكل كبير في مشروعات بسيناء تعود بالخير والنفع على جميع المصريين. وخلال تناوله الإفطار الجماعي مع مجموعة من شيوخ وقبائل سيناء ورجال القوات المسلحة، شدد الرئيس السيسي على أهمية دور الشيوخ القبائل، مؤكدا دعم الدولة لهذا الدور. وأنا بأكد التزامي وعهدي مع أهلينا اللي موجودين هنا على ان احنا هنقوم ونبذل ونشتغل اكتر واكتر في مشروعات تعود بالخير على الناس كلها هنا. امر مختلف خالص عن السنين اللي فاتت، واحنا شغالين وهنشتغل اكتر، بنعمل وهنعمل اكتر، بنتحرك وهنتحرك اكتر، في انفاق من الدوله وهيبقى في انفاق اكتر، لان ده امر زي ما قلت كده مطلوب ان احنا نشتغل عليه. كمان تلاحمنا مع بعضنا، انا بكلم هنا مواطنينا في سيناء سواء في الشمال او في الجنوب او في الوسط، طبعا احنا تلاحمنا يزيد عن كده وتلاحمنا مع اجهزه الدوله. وانا هنا مش عايز اقول الجيش او الشرطه، انا بتكلم على كل اجهزه الدوله اللي موجوده، التلاحم يزيد، وده دور نعمله بشكل مشترك. يعني احنا القيادات بتاعت الجيش وقيادات الشرطه مع قيادات شيوخ القبائل، واحنا عارفين الاعراف ديت، والاعراف دي احنا بنقدرها وبندعمها وهندعمها اكتر، لان ده كان امر كان مهم جدا جدا. وانا افتكر ان كان دايما اللقاءات مع شيوخ القبائل كان دايما ليها تاثير ايجابي جدا في حاجات كتير، حتى لو كانت مشاكل احيانا بتبقى صعبه، لكن كان شيوخ القبائل من خلال أعرافهم والقيم والعادات بتاعتهم اللي احنا هنشجعها وبنشجعها أكتر.